أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة اللي بنقدمها لحضراتكم بعد عرض هذه الحلقة الاستثنائية من مسلسل الاختيار الجزء الثاني، الحلقة اللي تناولت حدث تاريخي اللي للأسف الشديد بيحاول البعض تشويهه، وهتلاقوهم دلوقتي قاعدين على السوشيال ميديا بيحاولوا انهم يقولوا كنا سلميين وكنا غلابة وقتلونا واحنا ما عملناش اي حاجة، لكن الاسماء والصور والارقام والمشاهد كلها لسه حاضرة في الاذهان. احنا مش هننسى 43 شهيد قدمتهم الشرطة المصرية في هذا اليوم، يوم فض اعتصام رابعة العدوية. خليني اقول لكم انه اثناء فض اعتصام رابعة استشهد 18 ضابط، كان من بينهم 2 برتبة لواء و2 برتبة عقيد و15 ضابط آخر بعدد من الرتب المختلفة. كمان عندنا 9 من المجندين استشهدوا، كل ده بالإضافة لموظف مدني بإدارة شرطة نجدة الفيوم أصيب أيضا وقتها حوالي 211 فرد من رجال الشرطة، من بينهم 55 ضابط و156 في فض الاعتصامين المسلحين للجماعة الإرهابية في رابعة والنهضة. الحقيقة إن إحنا لما اتفرجنا النهاردة على مسلسل الاختيار يمكن شفنا عدد من هؤلاء الأبطال، زي مثلا الضابط محمد جودة اللي كان أول من استشهد في فض اعتصام رابعة، اللي كان ماسك بإيده مكبر صوت وبينادي على المعتصمين علشان يغادروا الميدان عن طريق الخروج الآمن، وأثناء وقوفه على إحدى المدرعات يصاب برصاصة غدر أدت لوفاته. كمان إحنا عندنا المقدم الشهيد شادي مجدي اللي استشهد خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ده كان ضمن حلقات البطولة اللي قدمها رجال الشرطة اللي تزوج قبل استشهاده ورزق بطفلته فريدة اللي ما شافتوش. الحقيقة إن في أسماء كتير ظهرت في المسلسل، من بينهم النقيب محمد سمير والضابط بالعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي واللي استشهد في الساعات الأولى من فض الاعتصام، وكمان عندنا النقيب أشرف فايد والنقيب حسام بهي وغيرهم كتير. بس الحقيقة برضو إحنا مش هننسى الملازم أول محمد محمود عبد العزيز خلال أحداث فض اعتصام ميدان النهضة اللي أصيب بطلق ناري أدى لاستشهاده، وذكر قبل استشهاده أنه كان من الضباط اللي كانوا في الصفوف الأولى لقوات الشرطة وشاهد أحد الأشخاص من بين المعتصمين يعني وكان معاه سلاح ناري، ورفض الضابط إطلاق النار عليه بسبب أنه كان برفقة زوجته وكان معاه طفل آخر، إلا أن مسلح وجه السلاح نحوه وأطلق النار عليه، وتم نقل الشهيد لمستشفى الشرطة لإجراء عملية جراحية، لكن كانت حالته الصحية اتدهورت وفارق الحياة. الحقيقة إن في أسماء كتيرة جدا يعني حاضرة في الذهن، زي مثلا الملازم أول محمد جودة عثمان من رجال الأمن المركزي، والنقيب أشرف فايد من قوات الأمن المركزي، وكمان النقيب شادي مجدي من قوات الأمن المركزي أيضا، والملازم أول محمد سمير عبد العاطي من قوات الأمن المركزي، وكمان النقيب حسام بهي من قوات الأمن المركزي، يعني هم الضباط اللي استشهدوا أثناء عملية فض اعتصام رابعة العدوية. إحنا مش هننسى لما استشهد العميد محمد جبر من قوة مركز كرداسة، والنقيب هشام شتا معاون مباحث مركز كرداسة، والعقيد عامر عبد المقصود من مركز كرداسة، والنقيب محمد فاروق معاون مباحث مركز كرداسة، واللواء محمد جبر من مديرية أمن الجيزة اللي استشهدوا في أحداث الهجوم على المركز من قبل أنصار جماعة الإخوان الإرهابية. للأسف تم التمثيل بجثث بعضهم. يعني في كل مصر كان رجال الشرطة بيقدموا دمائهم، الشهيد الرائد محمد فيصل من مركز أطفيح، والعقيد محمد هريدي من مركز طامية، والعقيد مصطفى العطار من مركز مطاي، والنقيب حسام ياسر من مركز ملوي، والنقيب محمد صفوت من مركز مغغة، والملازم أول مينا عزت، والملازم سامي مغوري، والملازم أول باسم فاروق من قوة قطاع العريش. الحقيقة إن في أسماء كتير جدا،
يعني رحم الله كل شهداء الوطن وحفظ كل أولادنا وإخواتنا من أبناء مصر البواسل اللي بيقدموا دمائهم فداء لهذا الوطن وفداء لكل المصريين. دي كانت نهاية تغطيتنا اللي خصصناها مع حضراتكم علشان نحكي عن بطولات وقصص أبنائنا من رجال الشرطة. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وانتظرونا دايما في كل جديد من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.